النهاردة إن شاء الله هناخد ترانس استريفيكيشن، ودي عملية مهمة جدا في تحضير الجليسرين، وتم اختراعها في حدود الأربعينات 1940، وكان الهدف منها هو إيجاد طريقة سريعة لتحضير الجليسرين من الزيوت النباتية، لأن الجليسرين زي ما احنا عارفين مركب أساسي بيتم استخدامه في استخدامات عديدة، ومنها الاكسبلوسيف اللي كانت مهمة في الورلد وور 2. فكانت عملية الترانس استريفيكيشن أو الأسترة التبادلية من العمليات المهمة جدا لتحضير الجليسرين في الوقت ده. العملية دي بيحصل فيها اكستشينجينج للفانكشنال جروب R داش مثلا R دبل داش اللي بتكون موجودة في الأستر، الأستر اللي هيكون موجود في الزيت النباتي أو في الدهون، بيتم استبدالها ب organic group أو another group هنرمز لها بالرمز R داش اللي هتكون موجودة في الألكول اللي هنضيفه عليها زي ما هنشوف في الميكانيزم بعد شوية. والرياكشن ده بيكون كاتالايزد يا إما بإضافة أسيد أو بإضافة بيز. طبعا احنا عارفين ان الجليسرين أو الجليسرول ده تركيبه كيميائي ثلاث مجموعات من ال OH's على تشين من البروبين. طبعا احنا عارفين ان الفات بتتكون من ترايجليسرايد، فبيكون فيها التشين اللي احنا هنلاحظ جدا ان هي نفس التشين الاساسية بتاعت الجليسرين، لكن الاختلاف ان بدل OH's اللي موجودين عندنا في الجليسرين موجود استر جروب، تمام، وفي تشين طويلة من الكربونز على كل استر جروب. فاحنا لو فكرنا ان احنا هنستبدل التشين الطويلة دي، هنشيل المجموعة دي من الاستر ونحط هنا مجموعة اخرى او نحط الهيدروجينز، فهيبتدي يكون لنا الجليسرين اللي احنا عايزينه، وده اللي هيتم بواسطة تفاعل الترانس استريفيكيشن او الاسترة التبادلية. هنفعل الفات اللي عندنا مع ميثانول في وجود بيز زي ال NaOH، هينتج لنا الجليسرين اللي احنا عايزينه، وهتخرج التشين الطويلة الفاتي اسيد ميثايل استر. وطبعا الميثانول اصلا من الكحولات اللي سهل جدا تتحضر لانه بينتج من تخمر النباتات، وبالطريقة دي بنقدر نحضر من اي فات زيوت بنقدر نحضر الجليسرين وفاتي اسيد ميثايل استر اللي هو طبعا معروف بالبايو ديزل، يعني بنحضر وقود في نفس الوقت. هيبتدي هنا يحط كمية من الزيت النباتي في بيكر، وهيحط الزيت على هوت بليت ويسخن لحوالي 55 درجة مئوية. أثناء ما الزيت بيسخن هيبتدي يحضر 100 ملي من الإيثانول، هيحط الميثانول في بيكر، بعدين هيوزن 4.5 جرام من الصوديوم هيدروكسيد وهيضيفهم على الميثانول ويقلب. هنا هو قام بتغطية البيكر أثناء التقليب علشان ما يتسربش فيبرز من الميثانول. هيبتدي يصب الخليط بتاع الميثانول مع الهيدروكسيد على الزيت، وطبعا هيبدأ تقليب. هيلاحظ ان اترسب طبقة تحت هي الجليسرين، وطبعا المفروض ان كل السائل ده هو البيوديزل اللي نتج من التفاعل، فيقوم بصب البيوديزل في بيكر منفصل علشان يحصل على الجليسرين في البيكر الاخر. هنا اخد قطرة من البيوديزل اللي هو حضره وولعها. هنا اخد الجليسرين المتبقي في البيكر الاول، وهنا واضح طبعا انهم طبقتين منفصلين. هتخلص من البيوديزل اللي كان في الطبقة العليا في بيكر تاني، وتبقى له طبعا جليسرين لكن لونه مش شفاف، المفروض يكون لونه شفاف نتيجة وجود الشوائب في الزيت اللي هو استخدمه.
هنا هيشوف ال pH بتاعت الجليسرين اللي هو حضره، لقاها انها بيزك جدا بسبب الصوديوم هيدروكسيد اللي هو استخدمه في التفاعل، هيبتدي يضيف دروبس من الاسيد علشان يعادل الصوديوم هيدروكسيد، وهيلاحظ تحول اللون بتاعه لأصفر باهت. طبعا بيضيفهم أثناء التقليب. لاحظ تكون طبقة من الزيت فوق الجليسرين، هيفصلهم بقمع الفصل. بعد ما اتأكد ان المحلول بتاعه مش حمضي ومش بيزك، بإضافة طبعا حمض وبيز لحد ما حصل على المحلول المتعادل دروبس من كل نوع، يبخر المحلول اللي عنده، لأنه بعد ما قام بتبخير المية طبعا هيتبقى في البيكر بتاعه صوديوم كلورايد تحت مترسب، والجليسرين هو الطبقة البنية طبعا لونه بني لأنه مليان شوائب، وهيفصله في أنبوبة منفصلة. وهي دي الطريقة البسيطة اللي حصل بيها على الجليسرين باستخدام الزيوت النباتية. دي الإكويشن بتاعة التفاعل، إن تفاعل الكحول مع الإستر بيحصل ترانس استريفيكيشن، وبتبتدي ال OR اللي في الإستر، ال OR دبل داش اللي احنا حاطينها في الإستر هنا يتم استبدالها بال OR داش، فينتج لنا كحول جديد مع إستر جديد. والميكانيزم زي ما احنا شايفين هنا، بتبتدي ال OR من الكحول تهاجم ال C double bond O، فالدبل بوند دي تفتح وتبتدي ال O تشيل negative charge وترتبط الكربون بالأكسجين بتاعة الكحول زي ما احنا شايفين هنا. ال negative charge تحاول تكون الرابطة الثنائية مرة تانية، فتتكسر الرابطة الأصلية اللي كانت بين الكربون وال OR، فتخرج في شكل كحول جديد ويبتدي يتكون إستر جديد. وزي ما احنا شفنا من شوية ان الميثانوليسز and biodiesel production دي applications للترانس استريفيكيشن رياكشن، when this process has been used to recycle polyester into individual monomers، وكمان كانت used to convert fats اللي هي triglycerides into biodiesel. The trans-esterification of vegetable oil was used to power heavy duty vehicles in South Africa before World War II. وزي ما قلنا ان researchers were looking for a method to produce glycerol which was used to produce explosives for World War II. فده نوع من التفاعلات المهمة والبسيطة اللي لازم انت ككيمست تكون على دراية بيها.